السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله، وكنشكركم على التفاعل ديالكم مع جميع الفيديوهات، وكنتمنى يا ربي يوفقكم الله وتفاليدي إن شاء الله لموديل ديالكم كاملين. بالنسبة للناس اللي لقاو دي ديفيكولتي في بعض لي موديل حسن باي سيرتو الناس اللي ما بداوش بكري في البريباراسيون، من الأحسن يأجلوا واحد الموديل ولا جوج لراتراباج باش ما يتلفوش لي موديل كاملين ويصدقوا ما شادين حتى حاجة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا على ليكزامان ديال مدام العمري لورديناير ديالها ديال 2016 2017. نتمنى ان الفيديو تلقاوه يوتيل وتستافدوا منه ان شاء الله، ونتمنى الاجوبه يكونوا كاملين صحاح، وحتى نتوما تحاولوا تفيريفيو الصحه ديال الاجوبه اللي غنعطيكم ان شاء الله، ونتمنى الله ان توفقوا في هذا ان شاء الله على بركه الله. السؤال الاول، alors السؤال الاول كيقول لنا بان لا كاليتي دو موني اون سيركولاسيون، alors la quantité plutôt de monnaie en circulation est déterminée par pour l'école de Cambridge. Alors, par les autorités monétaires, la réponse numéro 1, par le volume des transactions, par le taux d'intérêt ou là aucune de ces propositions. Alors, là la monnaie en circulation pour l'école de Cambridge il est déterminé par les autorités monétaires. يعني السؤال الاختيار رقم A. بالنسبة للسؤال الثاني، عندنا لو برومي مارشي اي، alors le premier marché راه قلناه في لو كور، سي لو برومي مارشي سي لو مارشي دو ليميسيون، سي لو مارشي دو نوف، سي لو مارشي بريمير. هادو هما ثلاث سميات تقريبا اللي كاينين عند لو مارشي لو برومي مارشي، وهنا الجواب الصحيح غيكون هو بي. لو مارشي دو لوكازيون اللي هو السي، و المارشي سكوندير هذا سي بور لو مارشي ديال لا بورس، يعني المارشي ديال لوكازيون ماشي بريمير وماشي برومي مارشي. السؤال الثالث، بور سي لا موني اي نوتر، بور سي لا موني اي، الوغ عندنا هنايا نوتر thésaurisé et non nécessaire, neutre non thésaurisé et non nécessaire, actif thésaurisé et indispensable, ou là neutre non thésaurisé et indispensable. Alors pour ça, la monnaie elle est indispensable, d'arrorie, là peut-être qu'on la monnaie. Il donne un arc, c'est un indispensable, mais le bouche non nécessaire, masrihash, il donne A ou B, mieux le mieux masrihash. Autrement, il rajoute, elle sert à quoi bien qu'il goûte bien la monnaie, elle est neutre, mais c'est actif. وكيقول بانها ما كتخزنش ما كتخباش، علاش؟ لان ما عندها حتى شي قيمه وهي مخزنه. لا فالور ديال لا موني انها اولا لا موني ليتيتي ديال لا موني سون كان فوال بلوتو كي ماسك لا رياليتي اللي هي البرودوي اشيت دوت برودوي، اذا لي برودوي كيبي يشرو بعضياتهم. الوغ هنا بور سي لا موني الي نوتر الي نون تيزوريزي، يعني ما كتخباش ما كتخزنش، و الى انديسبونسابل ضرورية. جواب دي هو اللي صحيح. الوغ نزول السؤال الرابع، كيل اونكيس ايت اكسبليكي شي كينز باغ ليكزيستونس دان ديكالاج اونتخ لي غوسيت اي لي ديبونس. الوغ هنايا بالنسبة في الكور غتمشيو للكور غتلقاو بان عند كينز عندو تروا موتيف دونكيس، يعني كاين موتيف ترانزاكسيون، كاين موتيف سبيكولاسيون، وكاين الموتيف بريكوسيون. Alors, le motif transaction en 15, je vais le juge. Le motif revient, revenu plutôt, ou le motif professionnel. Alors, le motif revenu qui est les ménages, les gens qui ont été en train de les particuliers, ou le motif professionnel pour les entreprises. Et il y a une transaction en 15, le juge. بالنسبه للديكالاج دي روسيت اي ديبونس، بالنسبه لكينز الناس بعض الناس كيخزنوا الفلوس ماشي حيت بغاو يخزنوهم ولا شايطين عليهم، ولكن غير حيت الفرق بين الوقت اللي كيشدوا الصالير ديالهم مع الوقت اللي كيبداو يخسروا الفلوس ديالهم كيكون واحد الفرق، يعني سيمانه 3 ايام يومين 4 ايام، هذيك المده كيخزنوا فيها الفلوس بين ما يخسروهم. اذا كاين ان ديكالاج بين لي روسيت نهار اللي كيشدوا الصالير وبين النهار اللي كيخلصوا فيه دوك لي ديبونس ديالهم.
Alors, là, dans le motif, là, qui est le motif, ou là, l'encaisse transaction. Le job, c'est, ou les frais, ou les frais, le décalage entre recettes et dépenses. Ou D, taïa, la transaction, réelle, chassa, blé, société, les entreprises, machines, les ménages. Il y a un CED, je vais vous dire, c'est ça. On rejoint le cours, on va trouver le chili qu'on a d'abord, qui est le cours. Alors, ce Al-Khamis, la demande d'encaisse réelle, MDLP, renvoie au fait que les agents économiques définissent leurs besoins. Wesh en termes nominal, ou là en termes réels, ou là en termes de monnaie disponible, ou là en termes de revenus. Alors, on a mis quelque chose au MDLP, le niveau général des prix. Alors, on a le terme en termes réels, qui est la réalité, le prix réel sur le marché. Alors, on a le job ou B, bien sûr, ou en termes réels. Dans l'équation suivante, MD, LP égale KY, que représente la variable K? Quelle est le cours de l'expression? Alors, on a dit bien a des cash naïa, ou avec le hamish, avec nis badiel, ou le taux, ou la propension marginale, diel, et ménage, plus revenu diel, la partie du revenu diel, maintenant, on a dit que le salaire diel. Il y a K, nis bad salaire diel, il y a Y, K, tu ou à la juge, من Y. إذا عندي كا Y هو دي كا هو واحد البورسنتاج واحد لو طو واحد لا بروبونسيون اللي بغينا حنا نخبيوها من الريفوني ديالنا نستعملوها مثلا من بعد في لي ترانزاكسيون ديالنا. الوغ في جواب A كيقول بلي لا بروبونسيون الوغ كا سي لا بروبونسيون دي زاجون ايكونوميك ا كونسيرفي اون موين ان سيرتان بورسنتاج دو لور ترانزاكسيون توتال سو فورم دو موني. Alors, جواب بي ما صحيحش ملي محتاج نقراوه. هنا قلنا سي لا بروبونسيون دي زاجون ايكونوميك ا كونسومي اون موين ان سيرتان بورسونتاج دو لور ريفوني. لا هاد ليكواسيون راه ديال لونكيس. اذا هنا ديال باش تخزن الفلوس باش تخبيهم ماشي باش تكونسوميهم. لو كومبورتمون دي زاجون اون ماتيير دوفر دو موني. لا ماشي لوفر ماشي لوفر ماشي لا دوموند سي لونكيس. هاد لا فونكسيون غتلقاوها في لونكيس. الوغ السؤال سبعة ليفي بيغو ايتاليا كوزال اونتر. الوغ هنا في ليفي بيغو غتقدر ترجعوا ليه غتلقاو بان عنده واحد العلاقة بين لا موني وبين لي بري. علاش لا موني اي لي بري؟ قلنا ليفي بيغو هي ليفي دو ريشيس. ان الانسان ملي كتكون لوفر دو موني كتيرة كيكون عنده فلوس كتيرة يعني كيولي عنده فلوس كتار في الدار مثلا ملي كيتخلص مثلا كيتخلص مثلا كيتخلص 3000 درهم او ان سيرتان مومون ولا كيتخلص جوج المليون. اذا هنايا شنو غادي يوقع ليه؟ غادي يخزن فلوس كتر من قبل وغادي يولي يستهلك كتر وغترتفع لا دوموند ديالو. يعني ملي غترتفع لا كونسوماسيون بيان سور لا دوموند جلوبال غترتفع وبالتالي النيفو جينيرال دي بري غادي يطلع. اذا هنا شنو عندنا؟ عندنا واحد العلاقه بين لا موني اللي هي اوفر يعني لا باس مونيتير طلعت اذا هي لا موني وفي الاخر واحد الريزولتا اللي هي غيطلعوا لنا لي بري. إذن هنا العلاقة كاينة في لي فيد بيغو كاينة علاقة بين لا موني اي بري. إذا الجواب سي هو الجواب صحيح إن شاء الله. السؤال 8 parmi les propositions suivantes lesquelles sont valides. Alors نقراو وحدة بوحدة ونشوفوا شكون فيهم اللي صحيحة. Le motif de spéculation résulte des incertitudes sur les variations futures de taux d'intérêt. Alors le mot daraba ou la spéculation كتكون اللي كيكون عندي فلوس بغيت نخزنها وعندي كندير تحكيم واش نخبي فلوس ليكيد يعني سو فورم دو موني ولا نخبيها سو فورم دو تيتر. هنا كنفكر نشوف واش لو طو دانتيري طالع اذا نخبيهم سو فورم دو تيتر ولا كان لو طو دانتيري طايح هابط بزاف يستحسن نخبيهم عندي سو فورم ليكيد سو فورم دو موني لان غيكون لو ريسك اقل انه يضيع ليا الكابيتال ديالي. اذا هنايا لو موتيف دو سبيكولاسيون مرتبط بارتباط وثيق مع لو طو دانتيري. جواب ا صحيح. الوغ بي لانسيرتيتود لي او ديكالاج اونتر روسيت اي ديبونس اكسبليك لو موتيف دو بريكوسيون. لا هنا الله قلناها في واحد السؤال قبل قلنا بان لانسيرتيتود ديال الديكالاج اونتر روسيت اي ديبونس عنده علاقه بلو موتيف ترانزاكسيون. لو موتيف دو ترانزاكسيون ريزولت دو لا سانكرونيزاسيون entre les recettes et les dépenses. Là, la transaction, elle résulte de la non-synchronisation.
ماشي سانكرونيزاسيون، لا نون سانكرونيزاسيون بين لي روسيت اي لي ديبونس. الجواب دي، لو موتيف دو ريفوني ريزولت دو بيزوان دو كومبلي لانترفال انتر لونكيسمون اي لو ديكيسمون دو ريفوني. وي موتيف ريفوني شنو هو؟ انه اي انسان كيخبي شويه الفلوس لان كيعرف بان واحد الوقت ان سيرتان مومون غادي يحتاج يدير واحد لا ديبونس وما غيكونوش عنده الفلوس، سو كي في كيخبي الفلوس باش يغطي داك المشكل ديال داك الفرق الزمني بين امتى غادي يشد الفلوس وامتى غادي يخلص الفلوس. يعني عارف بان في ديك لا دات ما يكونوش عنده فلوس باش يخلص بهم ديك لا ديبونس، الوغ كيخبي الفلوس بوغ ان موتيف دو ريفوني اللي هو داخل في موتيف ترانزاكسيون. تا هاد الجواب صحيح. كوشي توت لي بروبوزيسيون بيرتينونت سو رابورتون ا ليكواسيون دو فيشر. الوغ ليكواسيون دو فيشر فيها جوج ديال لي زونغل ولا جوج ديال لي بارتي. الوغ فيها ام في وفيها بي تي. الوغ ام في سي لونغل مونيتير، فيها ام و بي تي حيت فيها لي بري و لي بري سي لا رياليتي. الوغ بي سي لونغل ريال. اذا غادي نشوفوا شنو عطاونا هنايا، لونغل ريال دو ليكواسيون هي ام في. جواب غلط. لونغل ريال دو ليكواسيون اي بي تي. بي جواب صحيح. لونغل مونيتير دو ليكواسيون اي ام في، صحيح حتى هي صحيحه. لونغل مونيتير دو ليكواسيون اي بي تي، هذا الجواب غلط مقلوبه. الوغ الجواب هنايا ديال السؤال سعود هو بي اي سي. السؤال الاخير في هذه الصفحه اللي هو السؤال 10، ليكواسيون دو كامبريدج ايت اون اناليز بار واش لي زونكيس لي نيفو دي بري ترانزاكسيون ولا لي طو دانتيري. الوغ كامبريدج اش كيناقش كامبريدج في لا بارتي ديالو في الكور؟ الى رجعتو للكور غتلقاو كيناقش لي زونكيس. الوغ السؤال 11 كيقول بور ليكول دو كامبريدج لا دوموند دونكيس غير ريزولت. هانتوما جاوبوكم على السؤال 10 بطريقه غير مباشره. هو قال لك كامبريدج لا دوموند دونكيس غير ريزولت دو واش لا ريلاسيون اونتر لو طو دانتيري اي لانفيستيسمون ولا لا سانكرونيزاسيون اونتر لي روسيت اي لي ديبونس ولا لا نون سانكرونيزاسيون اونتر لي روسيت اي ديبونس ولا لا ريلاسيون اونتر لو طو دانتيري اي ليبارن. الوغ هنايا كيهضروا على لا دوموند دونكيس عند كامبريدج، قالوا بانها ريزولت دو لا نون سانكرونيزاسيون اونتر لي روسيت اي لي ديبونس. الى رجعتوا للكور غادي تلقاوها بحال هكا محطوطه ان شاء الله، لان الناس يعني سولون كامبريدج الانسان خصو يخبي الفلوس ديالو، يعني فاش كتكون لا روسيت خصو يخبي منهم واحد شويه يدير واحد لا دوموند دونكيس، لانه النهار اللي غادي يبغي يدير لا ديبونس ما يقدر ما يكونش عنده الفلوس في ديك اللحظه. داكشي علاش خصو يخبي الفلوس باش يكون داك باش ما يبقاش داك الاشكال ديال لا نون سانكرونيزاسيون بين لي ديبونس اولا لي زونكيسمون اي لي ديكيسمون. السؤال 12، لا نوسيون دو لا موني فوال امبليك كو. الوغ لا موني فوال، فوال هو الفولار ولا الغطاء ولا. اذا هنا لا موني فوال عندي كلاسيك اش كيقولوا؟ كيقولوا بان الفلوس لا موني ما عندها حتى شي دور، الي نوتر غير هي واحد الغطاء كنغطيو به يعني البيع والشراء الحقيقي اللي هو البرودوي مع البرودوي، غير باش نيفيتيو ديك لاموني درناها غير باش نيفيتيو المقايضه لو تخوك. الوغ اش قالوا هنايا؟ قالوا بان لاموني فوال امبليك لاموني نو بو انفلونسي لي ميكانيزم غيال. تري بيان، لاموني نو بو با انفلونسي لي ميكانيزم غيال. الجواب صحيح. لاموني امباكت سور لي ميكانيزم غيال، هذا العكس ديال هذاك الجواب الاول، يعني امباكت يعني كتاثر يعني كت عندها واحد الوقع على الميكانيزم غيال. سي لا موني اي تاكتيف، لا ملي كنقولوا فوال سا دي غطات لينا على شي حاجه اللي هي غيال واكتيف. اذا هنا كيقولوا بان لا موني ني با اكتيف، غير فوال يعني سان انسترومون. لا موني اي انتغري، لا هذا في لا نوسيون ديال لا موني فوال عندك كلاسيك. لا موني ماشي انتغري وماشي اكتيف، لا موني اي لي نوتر اي لي كون كان انسترومون افيك لوكيل اون ايفيت لو تروك. السؤال 13، دو لا لوا دو ديبوشي لا لوا دو سي ولا لا لوا دو سي اش كتقول؟ باختصار لا لوا دو سي باينه كتقول بان لوفر كري سا بروبر دوموند، ماشي بحال عند كينز. كينز كيقول لك لا دوموند هي اللي كتكري لوفر. الوغ هنا بالنسبه لا لوا دو سي، لوا دو ديبوشي، لوفر كري سا بروبر دوموند، عندكم تقلبوهم. الوغ هنا السؤال
رقم 14 ليكونومي دونديتمون الوغ بالنسبه ليكونومي دونديتمون ايت اون ايكونومي او دومين الوغ في ليكونومي دونديتمون شنو كاين كاين كريدي الناس كياخذوا كريديات بزاف الوغ كريديات بزاف سافو دير كيمشيو عند البنكه والبنكه شنو كدير في النوع ديال الفينانسمون كدير الفينانسمون انترميديي لان الفينانسمون انترميديي سافو دير كاين لا بنك هي الانترميديير لا بنك كتعطيك الفينانسمون هنا لونديتمون ليكونومي دونديتمون فيها لو فينانسمون انترميديير انترميديير لان كيكون واحد الانترميديير اللي هي لا بنك السؤال 15 لي سيرتيفيكا دو ديبو سون الوغ هنا راه قلناهم في الكور في الفيديو الاخر بان سيرتيفيكا دو ديبو كيكونوا في لا بنك حيت في لا بنك في كان ديبوزيو لارجون الوغ هنايا دي تيتر ايمي بار لي سوسيتي دو فينانسمون لا لي سوسيتي دو فينانسمون اش كيديروا كيخرجوا دي تيتر دو الوغ كيخرجوا لنا الوغ لي سوسيتي دو فينانسمون كيعطيونا دي تيتر دو فينانسمون يعني ماشي سيرتيفيكات ديبو بي دي تيتر ايمي بار لي بانك صحيحه دي تيتر ايمي بار لو تريزور بوبليك لا هادو سون دي بون دو تريزور دي تيتر ايمي بار لي سوسيتي نون فينانسيير هنا لي بي دو تريزوري هما اللي كيعطيونا les qui sont émises par les sociétés non financières. Alors, qui sont émises plutôt. Alors, stash, les obligations constituent. Alors, wesh, des titres de créance représentant une fraction d'un emprunt. Oui, l'obligation, c'est la SLF. Quand c'est le fois chérica, la DLF, ou quand il y a un peu de les intérêts, il y a un peu de temps. كاملين اللي عطيتيهم دي تيتر ريبريزونطاتيف دان دووا دو بروبريتي سور اون بارتي دو كابيتال لا هادي لاكسيون دي تيتر دونون دووا ا لا جيستيون بار لانترميديير دي فوت لا هادي ديال لاكسيون اوكين دي بروبوزيسيون لا حيت الجواب ا هو اللي صحيح لا فالور سور لاكيل ايت ابليكي لو طون نومينال افان دو ديتيرميني لو مونطون دو كوبون افيرسي او ديتونتور دو لوبليغاسيون ريبريزونت الوغ هنا راه قلناها في الكور في اخر فيديو راه لا فالور نومينال هي اللي كنحسبوا عليها لوطو نومينال لوطو دانتيغي نومينال باش نخرجوا لو كوبون افيرسي اذا هنايا الجواب الصحيح هو بي لا فالور نومينال الوغ السؤال 18 الوغ عندنا هنا لا فورمول هنا في لا فورمول عفاكم غتركزوا على ال كتساوي ال1 y زائد ال2 اي هنا واقيلا كلهم بربعه بهم هاد لا بارتي صحيحه كيبقى لنا غير الاشتقاق الاشتقاق عفاكم الاشتقاق ديال ال1 خصو يكون كبر من صفر والاشتقاق ديال ال2 خصو يكون صغر من صفر اذا هنايا راه الجواب ا هو اللي صحيح راه تلقاوه في الكور محطوط بحال هكا ال ايغال ال1 دو اي زائد ال2 دو ال1 دو اي زائد ال2 دو اي افيك الاشتقاق لا ديريفي ديال ال1 كبر من صفر ولا ديريفي ديال ال2 صغر من صفر السؤال 19 نخليه هو الاخر نعطيكم عليه نبدا السؤال 20 كيلي لي في دو لوغمونطاسيون دي ديبونس بوبليك سور لا كورب ال ام في لي كورب عندنا كورب ال ام و كورب اي اس لا كورب اي اس كيتحكم فيها لوغمونطاسيون دي ديبونس بوبليك يعني اون بوليتيك يعني اون بوليتيك بيجيتير اكسبونسيف ولا كور ولكن لا كورب ال ام ما كتبقاش ما كتحركش كتكون ستابل ملي كتكون عندنا واحد البوليتيك بيجيتير ال ام كتبقى ستابل ولا عندنا اون بوليتيك مونيتير اكسبونسيف مونيتير ال ام هي اللي كتحرك على فيغ لا دروات و اي اس ما كتحركش كتبقى ستابل اذا عفاكم ركزوا هنا مزيان اذا الجواب فاش كتكون عندنا واحد لوغمونطاسيون دي ديبونس بيبليك خصها نلقاو اي اس اللي كتحرك فيغ لا دروات و ال ام خصها تبقى ستابل هنا الجواب سي بوحدو اللي صحيح الوغ بالنسبه لل ام ال غيست ستابل نرجعوا للسؤال 19 عطاونا دي كاركتيرستيك ديال واحد ليكونومي وغادي خصنا نحسبوا ليكيليبر لو طو دانتيري ديكيليبر ريفوني ديكيليبر الوغ هنا شنو خصنا نبداو خصنا نبداو بهاد لا فونكسيون هادي اي ايغال اي سي اي بلس سي بلس جي ونعوضوا اي و سي و جي بالقيم ديالهم هنا غتكون تبان عندنا واحد اي دي عندنا اي دي نوع العلاقه كتقول بان y ايغال y دي بلس تي هنا غادي نحاولوا نعوضوا y دي بالقيمه ديالها y ناقص تي الوغ هنايا
إذن إيكغيك دي كتساوي 0.7 إيكغيك. ناخذ المعطيات من ليكزيرسيس، غنحاولوا نحسبوا تنعوضوا الأرقام لي فالور لي فاريابل بلي فالور ديالهم، حتى نلقاو في الآخر إيكغيك هنا كتساوي 950 على 0.51 ناقص 500 إي على 0.51. غنخليوها بحال هكا ونمشيو نديرو ليكيليبر مونيتير. ليكيليبر في ال ام هو ام ايغال ال 1 بلس ال 2. غنعوضو ام بالقيمة ديالها 400، غنعوضو ال 1 بلا فالور ديالها و ال 2 بلا فالور ديالها، ونحسبو حتى نلقاو ايغريك ايغال 2200 اي على 0.2. وهنا في ليكيليبر اي اس ال ام غيولي عندنا هاد ايغريك اللي لقينا هنايا ديال 950 على 0.51، غنكتبوها تساوي هاد ايغريك هادي اللي خرجت لنا في ال ام اللي هي 2200 اي على 0.2. ومن بعد غادي نحاولوا نخرجوا، تبقى لنا غير اي بوحدها حتى نلقاو اي ايغال 0.1554. وغنهزو هاد اي هادي ونديوها نعوضو بها في لا فونكسيون ديالنا، في هاد لا فونكسيون هادي ديال اي اس ال ام. نعوضو هاد اي بلا فالور اللي لقينا، وغادي نلقاو ايغريك ديال ليكيليبر، وكومسا غنكونو حسبنا اي ديال ليكيليبر ايغريك. ولكن هنا في السؤال غنشوفو نفس السؤال شنو طلبوا منا، طلبوا منا غير اي. الوغ اي هنايا خرجت لينا 0.1554، هنا في الاختيارات ما كايناش، اذا اوكين دو سي بروبوزيسيون. وبهذا نكونوا سالينا التمرين. نتمنى من الله تكونوا فهمتوا شي حاجه ولو واحد النسبه قليله. بالنسبه للناس اللي قراو الكره غادي يفهموا مزيان، الناس اللي اول مره يشوفوا هذا التصحيح مازال ما قراوش لو كور ديال المونيتير راه ما غتلقاو صعوبه كبيره. ضروري تشوفوا الفيديوهات اللي قبل ديال المونيتير وتقراوها شي شويه في البوليكوب ديالكم، وان شاء الله غادي تفهموا. ورمضان مبارك سعيد وليله سعيده، وشكرا بزاف.